لنقاش ملف الأوضاع الاقتصادية المتردية في العراق وأثارها على أزمة الرواتب ودور رواتب الموظفين الوهميين في تفاقم هذه الأزمة. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي طارق الأنصاري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. أستاذ طارق، يمر الموظفون في العراق بأكبر أزمة مالية على الإطلاق، ما مدى اقتران هذه الأزمة بانخفاض أسعار النفط أم بالسياسات الاقتصادية الفاشلة؟ سيدتي الكريمة، بالنسبة للاقتصاد العراقي يمر بأوج حالة مفرطة ومنظومة اقتصادية هشة وإدارة سيئة لملف الاقتصاد على مستوى أو على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاستثمارية، مما انعكس سلبا على المواطن، وانعكس هذا الموضوع كذلك بؤسا وحرمانا ونقصا حادا في الخدمات وعدم الاكتراث بحاجات المواطن. فلذلك تذهب الحكومة الآن إلى الإجراءات السهلة في إدارتها، وهو المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والذهاب إلى القروض الداخلية والخارجية، وهذه مأساة وكارثة يقع فيها الاقتصاد العراقي في إشكالية كبيرة. فلذلك كاختصار نحن في موضوعة الاقتصاد، نشرت الحقيقة رسالة ومقالة إلى السيد رئيس الوزراء تحت عنوان Bad Management Government and Spoil System. هذا الموضوع يتحدث حول موضوع الإدارة السيئة لملف الاقتصاد العراقي وتقاسم الغنائم، أي بمعنى أن الاقتصاد العراقي يقع في الأرض الرخوة اللي نسميها احنا السوفت سيتي أو المنطقة الرخوة التي يقع بها الاقتصاد العراقي بسبب هذه الإدارة والمنظومة السيئة. فعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات السريعة والسليمة من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي وتوفير العيش الكريم والمرفه للمواطن حتى يستطيع أن ينهض بمتطلباته وحاجياته. أستاذ طارق، في هذا السياق بالحديث عن الإجراءات الحكومية، الحكومة لجأت لحل أزمة الرواتب للاقتراض أو تخفيض الرواتب، في حين لم يتم شمل رواتب الموظفين الوهميين بذلك. إلى أي مدى ترهق رواتب هؤلاء، يعني الموظفين الوهميين، ترهق الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية أكثر؟ سيدتي، بالنسبة لموظفي الدولة، بلغ الآن موظفي الدولة حاليا من موظفين فاعلين ومتقاعدين بلغ أكثر من 6,200,000 موظف ومتقاعد. هذه أثقلت كاهل الموازنة العراقية، مما أدى إلى وجود عجز كبير مضاف ومتراكم على العجز القائم على الموازنات السابقة، بحيث وصل العجز الحالي إلى أكثر من 60 مليار دولار بالوقت الحاضر. تحاول الحكومة أن تسد هذا العجز عن طريق القروض الداخلية والقروض الخارجية، وبلغ مجموع القروض الخارجية على العراق بحدود 92 مليار دولار مع 40 مليار دولار معلق. هذا كله بسبب هذه المنظومة الهشة وعدم وجود معايير في إدارة المنظومة الاقتصادية، في حين العراق يعتبر من أهم الدول في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه المنظومة هي سببت انعكاسات غير صحيحة بإدارتها وسوء الإدارة لهذه المنظومة، لعدم قدرتهم على الاستجابة إلى متطلبات الاقتصاد وكيف إدارته من خلال صندوق سيادي. كنا نطرح دائما على موضوع ونركز على موضوع الصندوق السيادي عندما يكون البلد في حالة مترفة. في قبل أكثر من 10 سنوات كان النفط يصل إلى 120 دولار وكان بالإمكان استقطاع مبلغ للصندوق السيادي لمعالجة الاختناقات التي يمر بها العراق، ولكن دون جدوى بسبب الفساد المستمر.
تماما. في هذه النقطة بحديثكم عن الفساد أستاذ، كان حيدر العبادي صرح بأن أكثر من 50,000 ضابط وجندي وهمي مسجل في 4 فرق عسكرية. الحديث عن هذه الأرقام من الوهميين، أين يكمن دور الهيئات الرقابية في مثل هذه الاعترافات التي يعترف بها مسؤولين في الدولة؟ سيدتي، لا توجد هيئات رقابية. كل هيئات الرقابية من هيئة النزاع إلى ديوان الرقابة المالية لديهم ملفات كثيرة تسكم، ولا يستطيعون أن يحركوا ملفا واحدا بسبب هيمنة الفاسدين على القرار مما أثر سلبا على هذه الإجراءات الحكومية. ولا تستطيع الحكومة أن تتخذ أي إجراء. أي حكومة تأتي تقول سوف نضرب بيد من حديد على الفاسدين، ولكن لا تستطيع أن تضرب بيد من خشب على أي فاسد من الفاسدين التي ذهبت أموال الدولة، ذهبت أموال الشعب وقوت الشعب بيد هؤلاء الفاسدين. سيدتي، لو تعطيت الإحصائية في 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 منحين أو في خطين في الاقتصاد العراقي، وهو السياسة النقدية والسياسة المالية. شوف، بالسياسة النقدية يرتكب البنك المركزي العراقي خطأ كبيرا ومستمر لحد الان من تحذيراتنا له، انه سعر الصرف للبنك المركزي وسعر الصرف الموازي في السوق المحليه بلغ 196 مليار دولار ذهبت الى جيوب الفاسدين ولم يحرك احد ساكنا، وكلها بفواتير اخذت. اكثر من 150 الف فاتوره مزوره سحبت من البنك المركزي وذهبت الى جيوب الفاسدين، وذهبت هذه الاموال الى الدول المجاوره ومتوطنه هناك، ولا يستطيع احد ان يصل الى هذه الاموال، وهي قوت الشعب واموال الشعب العراقي. المشكله الاخرى انه العراق الان يصدر 3,280 مليون برميل مضروبه في 30، يطلع عندنا بحدود 116 مليون و400 ألف دولار شهريا. في معدل الشهر، في معدل السنة يطلع عندنا 41 مليار و أربعة في حالة احتساب سعر النفط على أساس 30 دولار للستة أشهر الأولى. نعم، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. الأكاديمي المستشار الاقتصادي طارق الأنصاري كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.